وكونوا مع الصادقين. الناس في الحياة على قسمين، إنسان صادق في عمله وإنسان كاذب في عمله. كل إنسان يقوم بأي عمل يمكن أن يكون صادقا أي معبرا عن الواقع، ويمكن أن يكون كاذبا أي معبرا عن خلاف الواقع. الإنسان الذي يعرض بضاعة معينة للبيع ويصف هذه البضاعة بغير واقعها إنسان كاذب، والإنسان الذي يتصدى لعمل لم يؤهل لهذا العمل إنسان كاذب، والإنسان الذي يتظاهر بمظهر ليس فيه ولا يسنده رصيده من الواقع هذا الإنسان كاذب. الذي يتصدى للقيادة وقد توفرت فيه عناصر القيادة هذا الإنسان صادق في قيادته، والذي يتصدى لقيادة ليست له إنسان كاذب في قيادته. فيقول الله كونوا مع القادة الصادقين في قيادتهم.